أكد صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على المكانة المتميزة التي تحتلها مملكة البحرين في عالم سباق الخيل بفضل شغف أبنائها بهذه الرياضة وحرصهم على الحفاظ عليها والتميز في كافة مجالاتها، مشيرا سموه إلى أن ما تحقق من تطور في قطاع الخيل بمملكة البحرين هو نتيجة لما يحظى به من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الراعي الأول لهذه الرياضة العربية الأصيلة، مما جعل للفارس البحريني بصمة في كل مضمار للخيل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. جاء ذلك لدى تفضل سمو حفظ الله هذا اليوم بحضور مهرجان سباق الخيل الكبير على كأس سمو ولي العهد، والذي يقام تحت رعاية سموه على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمشاركة ملاك ومدربين وفرسان وجياد من مختلف الإسطبلات من مملكة البحرين وخارجها. فلدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كان في الاستقبال سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين. وقد أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تطلع به الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة في تطوير سباقات الخيل والحفاظ على هذا التراث الأصيل الذي يعتبر جزءا من الهوية البحرينية الأصيلة، بما يكفل تحقيق التطلعات المنشودة لهذا القطاع نحو مزيد من التميز والتطور، معربا عن تمنياته لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل دوام التوفيق والنجاح في تحقيق خططه وبرامجه التي تستهدف تعزيز مكانة مملكة البحرين في رياضة الفروسية. ونوى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما تميزت أشواط سباق الخيل الكبير على كأس سموه من منافسة قوية وحسن تنظيم عكس قدرات مملكة البحرين على تنظيم كبريات الفعاليات الرياضية حتى باتت إحدى الوجهات المفضلة للمهتمين بهذه الرياضة. كما حضر مهرجان كأس سمو ولي العهد لسباق الخيل عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين بالمملكة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى المملكة وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتتويج الفائزين في السباق، حيث قدم سموه كأس سمو ولي العهد للجياد المستوردة إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، كما قدم سموه كأس سمو ولي العهد للنتاج المحلي إلى المضمر الفائز فوزي ناس، فيما قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس سمو ولي العهد للجياد العربية إلى عبد الله فوزي ناس، كما قدم سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة كأس الأوكس إلى جلال إبراهيم رمضان، فيما قام الشيخ سلمان بن راشد الخليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، وكأس ديربي البحرين إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس، وكأس المعتمدين إلى محمد خالد عبد الرحيم. هذا وكان سباق كأس سمو ولي العهد لسباق الخيل قد اشتمل على 7 أشواط.